السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع متخصص في تحويل التكست أو البرومت لصور، ممكن ترفع له صورة ويبدأ ياخد منها المعلومات ويبدأ إن هو يكون لك صور زيها، تمام؟ أو ممكن تيجي هنا وتبدأ تديله البرومت اللي أنت عايزه ونقول له run برومت ناو، فهيفتح لنا الصفحة بالشكل دوت. هقول له ابدأ كون لي صور، فدي الصور اللي هو طلعها لنا لما قلنا له ان احنا عايزين صور architecture building بالشكل دوت، ودي حاجات تانية طلبناها منه قبل كده فبدأ يعمل الصور. طيب ايه الحاجة بقى المميزة في برضو؟ ان انت تقدر تعمل البرومت بشكل اقوى، مجرد ان انت تيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز انا ارتست فيهم مثلا دوت، خلاص ممكن تختار اكتر من واحد هو يدمجهم لك بقى مع بعض. طيب بعد ما اخترنا كده ممكن نقول له يعني تقدر انت تحدد البرومت اللي انت عايزه، مثلا عايزه فوتورياليزم، عايزه ايمج ويت، كل الحاجات اللي انت عايزها، كواليتي مثلا، تمام؟ انت عايز الكواليتي قد ايه؟ اعلى حاجه 5، هو اوتوماتيك يبدا يدفولك للبرومت اللي موجود هنا Q5، وحط لنا اسامي الناس اللي احنا قلنا له يضيفهم، تمام. طيب مور ديتيل، مثلا عايزين حاجه خاصه بالجيومتري، نبدا بقى نختار مثلا الشيب، مثلا اني شكل انت عايزه، كيرف مثلا دوت، كل اللي انت تختاره هيبدا ان هو يجهزه عنده. اللايتنج مثلا يعني واحد من دول مثلا عايز ده. طيب تطلع فوق تلاقي البرومت بقى اطول، يبدا ان هو يدفولك. طيب بعد كده تقول له رام برومت ناو، يبدا ان هو يشغله. طيب يبدا يعمل لك الرندر اهوت، فيبدا يعمل لنا الصور بالشكل دوت، وهكذا. فتقدر تختار الستايل اللي انت عايزه، تقدر تختار كل اللي انت عايزه بطريقه سهله جدا. يقدر يكتب لك او يساعدك في كتابه البرومت، في حاجات خاصه بالديسبلاي، في حاجات خاصه بالكالر، بالكاميرا، كل الحاجات دي تقدر انت بس مجرد تدوس هو يبدا ان هو يظبطها لك فوق. طبعا اي حاجه ممكن تمسحها او تعمل لها ديليت لو انت مش عايز.